طيب احنا استمعنا للمداخلات او الخطب اللي الغوها اخواننا الكرام، ف كان الموضوع الذي تناولوه يعني الخطباء كرامات الصوفيه او سموها خزعبلات الصوفيه. طبعا المنهج السلفي يقول انه يعترف بوجود الكرامات، وهذا حقيقي، نعم يعترفون بالكرامات والكرامات موجوده حقا. وهذه الكتب التي قرأوها علينا هي خزعبلات حقيقة، خزعبلات ليست كرامات. ولكن هل ليس للصوفية كرامات؟ نعم لهم كرامات. هل لغير الصوفية كرامات؟ نعم لهم كرامات. هل لغير المسلمين كرامات؟ نعم لهم كرامات. وإذا رجعت إلى كتابك أو كتبك أو منهجك وجدت ذلك. طيب إيه المكتوب في الكتب دي؟ هل هو التصوف؟ أخواننا اللي اتكلموا في جانب عن الخرافات حقيقي كتبها الصوفية، من يسمون أنفسهم بالعلماء في الصوفية. واللي حاصل بينكم المنهج السلفي والمنهج الصوفي وغيره هو تحقيق قوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء أبدا إلى يوم القيامة. أغرينا غرور، خدعة، كذبة، ذيف. أنا كل ما أتأسف على شيء واحد هو فساد ذات البين بين المسلمين. وقد بحثت في هذا الأمر طويلا لعشر سنوات، أنا صغير طبعا، لكن لي عشر سنوات في موضوع واحد أخذه في المكتبات وفي المدارس الفرقية، سواء كانت مدرسة سمونا أنفسهم أنصار السنة أو الأخوان أو الشيعة أو المتصوفة أو غيرهم. وجدت الصوفية على مدرستين أو على شعبتين في مدرسة واحدة، مدرسة الصوفية العارفين العرفان الصوفي أو الفلسفة الصوفية، ومدرسة السنية الصوفية ألا وهي مدرسة الأشاعرة. العقيدة عقيدة أشعرية، السلفيون يختلفون معهم في العقيدة، ولكن ليست عقيدتهم كفرية، ليست باطلة، لا يخرجونهم عن مذهب أهل السنة والجماعة وإن كان بينهم اختلاف، لا يكفرونهم. الأشاعرة، الماتريدية، الصوفية أشاعرة، أنا أقصد الصوفية أهل السنة. أما العارفين الفلاسفة، هؤلاء فلاسفة، حتى الصوفية لا يفهمون كلامهم ولا يعتبرون ولا يستطيع أن يردها أو يقبلها، فقط يعظم هذا الصوفي ابن عربي فيلسوف. الصوفي العادي، أنا أقول الشيخ مش أقول العادي، الإنسان المريد الطالب التلميذ والحور، لا، حتى الشيخ الخنجر غير الخنجر لا يستطيع أن يفهم كلام ابن عربي، لأنه فلسفة، إلا يدرس الفلسفة ويتعمق في الفلسفة ثم يقبلها أو يرفضها، إنما هو يتعصب لابن عربي فقط، يقبل ابن عربي لأنه من مشايخهم، ابن عربي كلامه صحيح ولو قال الأقاويل. هناك طبقات ضيف الله، هذه هي شنو؟ نقطة الضعف التي يعني الصوفية يمسكها ماذا؟ المذهب السلفي. صحيح كل ما في 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 الطبقات هو باطل ولا ينتسب إلى التصوف. ربنا سبحانه وتعالى قال آية في أهل الكتاب، وهي نفس الآية بتاع أغرينا، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، خلي بالك، إلا من بعد جاءتهم البينات الواضحات، الدين كان واضح، بغيا بينهم، البغي العلمي، العدوان العلمي. والله في المدارس الموجودة قدامكم كل واحد ظهر لك محاسنه ويخبي مساوئه، كلهم صدقوا في أعدائهم وكذبوا في أنفسهم. قالت النصارى ليست اليهود على شيء، وغات النصور اليهود ليست النصارى على شيء، صحح الآية يا شيخ لو كان في أغلط. قالت الشيعة ليست السنة على شيء، وغات السنة ليست الشيعة على شيء. والله حقيقي شو أنا أقول لك الحاجة، إذا بحثت بتجرد والله وجدت أن السنة أهل توحيد وأهل حق وأهل دين، لو وجدت الصوفية أهل دين وأهل حق وتوحيد تركت التعصب، ولو وجدت الشيعة كذلك أهل حق وتوحيد هتقول لي طعنوا في الصحابة. هي نفس موضوع الطبقات، هي نفس موضوع الطبقات، طعن الصحابة هو نفس موضوع الطبقات. طيب هم لما يطعنوا هو ده الظلم بينهم، هو البغي بينهم. الصوفي لما يعمل منبر أو يعمل خطبة ماذا يقول عن الأنصار سنة وهم موحدون ويتبعون السنة، وناس ما فيهم كلام إلا كلام واحد، الكلام ده ينطبق عليهم وعلى غيرهم، العداوة ذات البين، فساد ذات البين، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السنة يا جماعة التوحيد والجماعة سنة، الجماعة جماعة المسلمين، الأخوة، المحبة، السلام،
آيات محكمات، آيات محكمات. اختلفتوا في العلماء في العلم، اختلف أحباركم في العلم، والله ما اختلفوا إلا تظالما وتجاهلا. والله الأشعري موحد توحيد لما غلط، ابن تيمية موحد لما بهناك، فلان العلال أقول لك على حاجة، حتى ابن عربي موحد لما غلط. ما بتفهم توحيده أنت حر، ما مشكلة، معذور أنت. أنا لا أستطيع أرد يعني الآن لما واحد يجيب كلام فلسفي ويطرحه، أنا أفهمه بالمناسبة وأتقبله، لكن لا أستطيع أن أدافع عنه أمامكم لأنكم لا تفهمون في الفلسفة شيء. أنا لا أستطيع أن أدافع عن كلام ابن عربي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، هذا الكلام صحيح من البداية إلى النهاية، ولكن فلسفيا وأستطيع أن أشرحه، لكن أنت لا تفهمه. أنا لا أتهمك، أنت درست الفلسفة أشرحه. طيب، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا العالم شيخ طريقتي تقريبا. البيت هو كده مش قول ما البيت. أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي، شنو؟ أنا الواصف الموصوف علم الطريقة، شيخ الطريقة، شيخ الطريقة. لا، ما أنتوا طبعا منهجكم منهج بتاع حفظ، منهج بتاع حفظ. أنا الواحد الفرد الكبير بذاته يعني شنو؟ أنا الواحد الفرد الكبير، أنا القطب الأخطاب، تعرفون القطب عند الصوفية؟ أنا قطب الأخطاب، يعني أنا عبد القادر الجيلاني الوحيد الذي لم يأتيني مدد من ولي. كل الأولياء يتكونون بالمدد. يعني شنو مدد؟ يعني أنا بربيني شيخ بيعلمني الحقيقة، يعني بينسخ نسخ. أنتم الآن تنسخوا، منكم من ينسخ عبد القادر، مصطفى عبد القادر، ولا اسمه مين هو مصطفى عبد القادر، طريقته حتى أصبح نسخة منه. هكذا يتأثر الإنسان إذا صاحبت شخصا تتأثر به. هذا معنى المدد عند الصوفية، تتأثر بشخص. أنا لم أتأثر بحد، أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي، أنا شيخ بذاتي، ما عندي أستاذ، ما عندي تلميذ، ما تأثرت لا طريقة علال، لا طريقة فلتكال، لا رباني، لا علمني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم التحذير من أهل البدع ومن أهل الباطل وكشفهم وبيان حالهم من أجل أن يتوبهم في أنفسهم أولاً، وأن يحذرهم الناس وأن يبتعدوا عنهم حفاظاً على دينهم، ولكي لا تتبدل مناهجهم بمناهج أهل البدع. دي مسألة، ولو عشان ما يقعوا في البدع. والود قال أنا في آخر كلامه بعدين كتبت النقاط الذكرة، قال: أنا ما صوفي وما شيعي وما شنو وما شنو وما شنو، لكن أبشرك أنت أسوأ عندنا من الصوفية، أنت أسوأ من الصوفية عندنا نحن. ليه أسوأ من الصوفية؟ لأنك أنت الليلة الصوفي بقول أنا صوفي، صوفي يعني أنا بعتقد إنه الشيخ بيعلم الغيب، بعتقد الشيخ بدي الجنة، بنادي الشيخ في الشدائد، بشرب موية الوضو تحت الشيخ، بتبرق بالتراب، بمشي للقبة. صوفي يعني درويش، يعني ضال، يعني منحرف في العقيدة وفي الأخلاق، أو في العقيدة في الأخلاق برضو في العبادة إلى آخره، يعني زول منحرف. والشباب الليل الناس القاعدين وغيرهم من الناس، مجرد ما تقول الغلو في الصالحين والناس اللي بيعتقدوا في الأولياء، طوالي بتبادر للأذهان إنه ديل منه، ديل الصوفية أصلاً. هسيتين مشيت قلت والتوحيد والعقيدة ولا بد وهو إلى آخره، الناس طوالي بقول لك ديل ناس التوحيد يوه، والله مجرد ما بقيت زي ده. طبعاً الودة أنتوا ما فاهمين الحاصل، أنتوا ما في واحدين جداد في الجامعة دي. الودة لما نظهر الصوفية أردمون، لكن أردموا جماعة الإخوان المسلمين ده بالذات، لما نظهر أردموا
جماعة الإخوان المسلمين اللي بتنجز ذاك ما بتاع ده ما جاب كلام خطير. اللي بتنجز ده أول شيء القلم مرفوع عنه بتنجز كذا زي إبرة الخياطة كر 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 يا ولد حاصل عليك شنو؟ والله الذي لا إله غيره أنا ما أعرف الزول في شوكة في حاجة خلته بتنجز الحاصل عليك شنو؟ بعدين الكرسي هناك عانى الورقة وقعت وكل مرة شايل الكرسي يجيبه ويجاي وخدته بيغاد الكرسي هناك هو لاف بيجاي لا في كذي ويجر ويجي راجع والله انا بعين له اول شيء ضحكني كلام اخونا يوسف كلام اخينا يوسف قال زي الصارقيل بعد شويه تذكرتها زمان كنا بنمشي النادي في كوره بتاعت التنس ذاك بتاعت المضرب تذكرتها بالجنه ده بتنططه والله الذي لا اله غيره ودي اوهام جابوها الجماعه ديل ده بيزيع للاخوان المسلمين الحفلات انت ما فاهم ده لما انت تشوفه تردم الاخوان المسلمين لانك لا تدري ما الذي وراء الاكمه نحن عارفين الحاصل تردمهم بلموه ده الجماعة والأخوان المسلمين أفهم كلامي ده كويس ده لك ناس منحرفين وناس سيئين للآخر. طيب نرجع لذا العامل فيها ظريف وعامل فيها باركوة وعامل فيها فلسفة وماسك العصاية مش من نصها وده ما ذاته مسكته لا بأصبع ذاته ما قادر يمسكها ذاته زول ياخ من أخبة الشغلة قال الإلفة والاجتماع ده من الدين الاجتماع من الدين دي اللفظة اللي قالها والدليل قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لكن اجتمع على شنو تم الآية واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته شنو إخوانا الآية دي استدل بها الفوزان كما في شرحه لشرح السنة للبربهاري على أن الذي يجمع الأمة هو التوحيد العقيدة الصحيحة هي اللي بتجمع الأمة لأنه دي أمة لا إله إلا الله صح ولا ما صح والجهاد قام لتكون كلمة الله هي العليا وما هي كلمة الله لا إله إلا الله ده اللي بيلم الناس مش زي المنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شنو شتى طيب الودة أسوأ من الصوفية قلت لك علينا وأشد علينا من بقية هذه الجماعات لأنه دار يكسر الحواجز بين الحق والباطل قال الله تعالى أفمن كان مسلم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون دارت لمن سوى قال الشيعة كان عينتوا لهم والله تلقون علي حق موحدين علي حق والصوفية والله علي حق وقال الأشاعرة والله توحيد لمن غلط مش قال كذي وابن عربي قال موحد ياخذ الصوفية ذاته ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال ابن تيمية موحد لمن غلط ذاته ابن تيمية موحد لكن ما لمن غلط موحد لمن صح ذاته انت ما فاهم الحاصل ساي تخاشي ساي طيب انا ابدأ لك نقاط وجه للنهاية عشان كلام ما يشتت قال المنهج السلفي ده بداية كلامه قال فنحن بندعو للاجتماع لكن اجتماع على الحق ما نتلم ساي تلمى سايد صيوان بتاع عرس الناس بتلموا فيه صينية بتلقى بها 8 انفار ده حزب أمة ده أخو مسلم ده بيجاي أنصار سنة مركز عام وإصلاح بيجاي برضو جنبه وده بيجاي جمعية وداك بيغادي واحد فاك منه بيجي برضو في الصينية يمكن أكل الشطة زي ده ذاته زي الصارقيلة وكم واحد المهم ديل بيأكلوا سوا صح يتلموا في الصينية لكن مجرد ما جابوا الشاي اي واحد بيطرف براو صح ولا ما صح ما دار اجتماع زي ذا ده الناس دي تجتمع على عقيده واحده والله زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بلال من الحبشه وابو بكر من مكه والله وسعد من المدينه وصهيب الرومي وسلمان الفارسي رضي الله عنهم جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد كلهم اجتمعوا على دين واحد وعلى عقيده صحيحه وده اللي بيلم الامه طيب مش باركوة زي قال المنهج السلفي ويؤمن بالكرامات للمسلمين ولغير المسلمين كرامة للمسلم أعظم الكرامة لزوم الاستقامة أعظم شيء الله يكرمك به إنك تكون مستقيم لأنه لو أكرمت في الدنيا دي بإنك تطير ولا في البحر بدل تغرق تلقى نفسك في الجيفة ولا كذا ولا كذا دي كرامة قد تكون كرامة إذا كان إنسان على الكتاب والسنة لكن دي في النهاية حد الدنيا دي في النهاية حد الدنيا
لكن كونه تكون مستقيم دي أعظم الكرامة، لأنه بعدين الله بدخلك الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم شنو توعدون إلى آخره. وإلا في صحابة كتار رضي الله عنهم ما ظهر لهم خوارق، ما كل الصحابة ما ظهر لهم خوارق للعادات، عدها بعض الناس علماء يعني كرامات، وهم في النهاية أفضل ممن يعني وصفوا بالكرامات. الليلة لو جبت زول قلت ده ولي نحسبه والله وحسيبه وحصلت له كرامة، عدي الكرامة. أنا أسيب أديك الدليل على الكرامة ونوعه ذاته شنو ضابطه شنو، عشان نمشي لباقي النقاط. الود ده جاب كلام خطير جدا والله، وقال بتفلسف. سألوه الشباب أنا تكيفت منهم، عصروا به سؤال خلوا لاف في ذاته، انتوا ناس الحفظ وانت ناس شنو وانت فلسفه ما فاهم شيء يا كافي البلد، لا قادر تحفظ لا ايه قادر يضبطها والله. قال تم لا ايتونا، جاب بيت الصوفيه ما قادر يتمها، الشيعه ما جاب لون ولا كلمه، الاشاعره ما جاب لون مجوبك كذي. وقال ابن عربي موحد، ده بجيب لك هسه كلامه وعشوائي. ابن عربي ذاته، ابن عربي ذاته انكدت من قبره وحيه وبحيه الله. قلت له ابن عربي انت موحد؟ يقول لك يا اخي انت شاربه ولا شنو يا اخي؟ انا نازل تحت ثاني. يا اخي انت معقول ابن عربي موحد؟ كذا اصبر لي دي لما نجاه في وقتها. طيب لو زول الان يا جماعه حصل له كرامه وظاهر الصلاح والخير، افضل هو ولا ابو هريره؟ افضل منه؟ ابو هريره رضي الله عنه، صح ولا ما صح؟ طيب ففي بعض الصحابه بعض الأشياء قد تحدث الآن لبعض الناس ويكون على الكتاب والسنة، مش صوفي صوفية ملخبتنا. أنا بوريك السي ودي ما كرامات شغلتني زي ما قرر لك أخونا مازن قبل. فما معنى أي زول ظهر لحاجة خارقة للعادة إنه ده أفضل من فلان أو علام الناس؟ فهم النقطة دي كويس. طيب الكرامة بتحصل أشياء أحيانا خارقة للعادات وكرامات. المسلم موقفه مع الكرامة شنو؟ أول شيء إذا فلان من الناس على الكتاب والسنة ومستقيم وظهر له شيء خارق للعادة، قول الزول ده نحسبه صالح والله حسيبه. ما بتجزم. ليه ما بتجزم؟ لأنه الصلاح بالإيمان والتقوى، والرسول عليه الصلاة والسلام قال التقوى شنو؟ التقوى ها هنا. الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولد يا جماعة المؤمن التقي. طيب الإيمان والتقوى مش في القلب، بعد ذاك بتظهر في الظاهر، لكن أصلا في القلب وأصلا برضو بتظهر في الظاهر. طيب طالما التقوى في القلب، الله قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بشنو، هو أعلم بمن اتقى. فإنت بتقول فلان أحسب صالح والله حسيبه، إياك تقول لي زول في زمننا ده تقول لي فلان ده ولي ولا فلان ده صالح، ما بجوز. رسول عليه الصلاة والسلام قال من كان مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسبه أو أحسبه كذا والله حسيبه. لا أنت ما عارف قلبه فيه شنو، ده ظاهره. والبخاري بوب بابا، باب لا يقال فلان شهيد فلان شهيد، وأورد في ذلك نصوصا منها حديث الرجل الذي قتل نفسه لما اشتد عليه الجرح. طيب في كرامات، كرامات زي شنو؟ شيء يا جماعة ما يخالف الكتاب والسنة، والزول ذاته الحصل ليه والكرامة ده ما يخالف الكتاب والسنة. مثال في سورة آل عمران قال الله تعالى مثال للكرامة: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء شنو بغير حساب. يعني كونه أكل الشتاء إجيها في الصيف ولا هي قاعدة في محلها تلقى الرزق، وزكريا عليه السلام يدخل عليها ويلقى عندها الرزق، دي كرامة. قال لا أنى لك هذا قالت شنو هو من عند الله. أول شيء نسبت الفضل إلى الله تعالى وده حق، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اثنين زكريا عليه السلام دار الجنة
هل قال لا يا مريم كذا شوفي ليه الجنة، ولا الله قال بعدها شنو سبحانه وتعالى؟ هنالك دعا زكريا ربه. ده الموقف الثاني للمسلم وللعاقل وللموفق، لما انت تشوف زول حصلت له كرامة ما تبش له، تبش لله سبحانه وتعالى، تسأل الله، مش تقعد تعظم فيه وتغلو فيه وتمشي له تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله تعالى. انت افهم الموضوع؟ زكريا عليه السلام شاف الكرامة دي ما قال لا يا مريم شوفي ليه الجنة، لا، هنالك دعا زكريا شنو؟ ربه، آخر الآية. طيب وكرامات قال ولغير المسلمين، لغير المسلمين دي إن قصد بها الإسلام الخاص، الإسلام الخاص وليس الإسلام العام، الإسلام الخاص يعني هو الذي نحن عليه الآن وهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام العام التوحيد والطاعة إلى آخره، وهذا الذي كان عليه الأنبياء والرسل وما زال عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن قصد به والخاص ده صح، في ناس غير ناس في زمننا ديل وغير أمتنا دي من الأمم السابقة حصلت لهم كرامات زي مريم عليها السلام. طيب أما إن قصد بها غير المسلمين من الكفار ومن الضالين إلى آخره، فديل ما بسموها كرامة، دي بسموها استدراج يا شعوذة، أفهم الكلام، زول يكون ساحر ودجال ويعمل له شغل بتاع سحر ودجل، كالذين يدعون علم الغيب يتكهنون ويتعاملون بالشياطين إلى آخره، فديل أصلا ديل ناس في نام بر الملة، أفهم الكلام. طيب بعدين ما في كرامة يا جماعة مخالفة للكتاب والسنة زي شغل الصوفية ديل هنا. الآن الصوفي يا أخي بيقول إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، تنادي إسماعيل الولي، إسماعيل يلحقك كيف؟ دي ما كرامة أصلا، ولا من حقه يلحقك ولا بيقدر يلحقك ذاته. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قبيل قال الصائم دي ماذا صائم الدهر، وفي ناس بركعوا له في كرعيه، انت يا بليد ما عارف الركوع كيف من السجود؟ قل في الكرعين ده شنو؟ هل في الكرعين شنو يا جماعة؟ ده سجود يا بليد، والركوع ده ما عارف، وده بركع كيف ذاته؟ انت اظنك لما تركع وضوك بيبطل، ده بركع بيتم لاني انت بتعشق ساي؟ قال بركعوا له في كرعيه، ويركع وبجوز تركع لغير الله، وبجوز تسجد لغير الله سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا على دار قلت له كلمة، الزول ده مجنون أنا عارف، شوف البلادة دي ويتنجز شغال يتنجز، يا أنت ما أكلت شنو يا زول؟ زول له فطر بشنو يا جماعة؟ أنت أكلت مسكيت ولا شنو؟ يتنطط مالك أنت؟ والله الذي لا إله غيره ينطط وجاري بيجاري، وعان الكرسي عامل كيف؟ وشوف وجاري وقاعد براو اللي بيقعدوا له ديل شوفهم كويس، بعدين شوف ركن الإخوان المسلمين بتلقاهم قاعدين. أنا ما بدعي الغيب لكن عندي خبرة في المسألة دي، أنا عارفك كنت قاعد في الجامعة دي وقاري فيها، ده اللي بيذيعوا الحفلات يا أخي الداخلية بتاعتهم درمان هنا دي داخلية، يا أخي الناس قاعدة بيصلوا بتنفلوا بعد الصلاة بيجوا بكوركو دي ذاته العينة دي سحاب، ده بيقولوا ليه سحاب البليد ده، أنا كاشفه طبعا. والآن حفلة استقبال الطلاب الجدد مع عصام محمد نور والدعوة عامة وفي بصات، أنا بنجمك أغير لك جنك ده بطير لك. طيب نرجع لموضوعنا، فهذه الصوفية براء القوم بيقول كباشي كم أدى ولد، شوف دي كرامة، كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل، كباشي المتوكل لأمر يكل، كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل، كباشي دي كرامة، ادي طفل كرامة، وقال لك يربط ويحل، ده قال أيوة اللي يربط صاملتك الفاكة دي، والله الذي لا إله غيره، قال يربط ويحل في كل محل كباشي، لحد ما قال من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي، كباشي بدي طفل دي كرامة. الله قال في القرآن سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن شنو
الخالقون يا خلب الدين جنى الله سبحانه وتعالى مش كباشي. فموضوع الكرامات دي الصوفية ملخبطين فيه، نازل حق الله بشيلوه وباسم الكرامات. والكرامة كيف تكون كرامة وهي مخالفة للإسلام، مخالفة للآية ومخالفة للحديث؟ أفهم الكلام كويس؟ كما أفزول يعلم الغيب وقول دي كرامة. الله قال في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. طيب أنا بجيك ليون تاني الصوفية، فذي النقطة الأولى ذكر الولد المتفلسف ده قاعد ولا مشى؟ هاي الحمد لله القاعد الليلة فلسفتك دي تطير لك في راسك. قرينا جامعة قال ما قرينا، درسونا فلسفة وعملنا فيها بحث ونجحنا والله يتقبل ومشينا، لكن فلسفة زي حقتك دي ما لاقتنا والله. والغريبة درسنا فلسفة في الجامعة هناك، بيدرسنا في الفلسفة السنة كلها، في نهاية السنة طلع علينا شيت، في نهاية قال أقول لكم شيء والله ابن باز قال الفلسفة ما نافع ذاتها ما بتجوز. ده بدرسنا له ذاته يا ولد، الأستاذ اللي بيدرسها ذاته قال ما نافع، قال شيخ ابن باز قال كذي وذاته كويس. المهم ما أظنه درس في دول الخليج ولا ما أعرف الحاصل عليه. طيب قام قال شنو؟ قال الكتب دي فعلا حقيقة كتبوها الصوفية، ده الودة كتب الصوفية قال فعلا حقيقة كتبوهن، ده الود المتفلسف. وجا في النهاية دار يدافع عنهم، قال زي قول الصوفي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، وما قدر يتمها هنا آيتها أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، ده كلام الود المتفلسف. يا المتفلسف هي هذول الفلسفة زي دي ما بتجي ولا بتقتنع بها ذاتك. هسه أنا بغنعك بالراحة إنه الشغلة دي بتاعت الصوفية دي ملخبتة، عشان ما تخش ساي تدافع عنهم وباسم الفلسفة. طيب البيت ده ينسب لمنو يا جماعة؟ البيت ده ينسب لعبد القادر الجيلاني، ركزوا معاي كويس عشان أنا فرتق له فلسفته دي وذاتها مع الفلسفة ما بتجي شغلتك دي. كيف ما بتجي؟ الشاعر الصوفي الضال، وإن كان هو قد يكون عنده شعر وما عنده، لكن ده شعر في النهاية، اسمه الحاج إسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري، ركزوا معي كويس، في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية صفحة 63 لـ 65. وده ما قال انتوا ناس الحفظ وانت الألام فيها حفظ، انت كنت غائب ولا شنو؟ في الفلسفة ذاته، فلسفة دي ذاتها فيها حفظ، في قواعد تحفظها عشان تبدأ تبني على الفلسفة. انت ولا مجاسفة سايتة وكنت تفلسف، تفلسف لنا هنا مقرينا جامعة الله يتقبل، وإن كان الجامعة ذاته ما بقولوا فيها الله يتقبل والله، لأن فيها جوباك والله، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، إلا جامعة تكون شغلتنا. يا المهم موضوع ده طويل، فلذلك نحن نرجع. قال ده الصوفي وده جاي يدافع عنهم. الصوفي قال ذراعي من فوق السماوات كلها، والكلام ده بيمدح في عبد القادر الجيلاني، وهو الولد ده جاب الكلام ده، انتوا سمعتوه، جاب البيت الاخير. اسمع قال قبله شنو؟ ذراعي من فوق السماوات كلها، عشان انا بلزمه يجي يشرح لنا الكلام ده، مش قال داري فلسفه اللي جاي فلسفه. ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت امددت راحتي، واعلم نبات الارض كم نابت، واعلم رمل الارض كم هو رملتي، واعلم علم الله احصي حروفه، واعلم موج البحر كم هو موجتي. دي بتفلسفه كيف كذا فلسفه؟ واعلم موج البحر كم هو موجتي. نحن عندنا الكلام ده موج جمع شنو؟ موجه صح؟ موج ولا امواج؟ في النهايه كان دار تمشي تتغدى في طريقك، لكن في النهايه موج ده مش جمع موجة يا جماعة، انتوا مش فاهمينها كذي؟ هاي موجة ده فهمكم ليه؟ دي موجة جوية ولا موجة بحرية؟ ما قال وأعلم موج البحر مش بحرية؟ طيب نحن عندنا بفلسفة فهمنا ده انه الموج ده هو الموج العامل كذي، بتعرف الموج ولا ما مشيت البحر؟ من هواك تمشي البحر في الكماين، بعدين هنا خطر في محلات عليمك ربك، المهم ما تمشي براك تتغير، لكن في النهاية البحر ده علي وكرب. أنا الليلة شفت برضو مكردم عشان ما تتفلسف تاني هنا دي بغير وجه حق، انت ما فاهم شي، لابس لك شال وما فاهم اي شي، راس قرعوبة ساي. طيب
الموج ده نحن عندنا موج البحر ده، الموج العامل كذا العادي ده، انت الموج ده تعال اشرحه لنا. الشيخ ده قال انا موج البحر ده بعرفه موجة موجة، بعرف الموج ده كم موجة انا بعرفها. انت الموج ده عندك شنو، سمك ولا الموج العادي ده؟ الموج العادي ده عدده الشيخ بعرفه، يعرفه وين ده كذب يا زول. امشي لقدام لحد ما قال انا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الاحبتي، انا كنت مع نوح اشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع ابراهيم ملقا بناره وما برد النيران الا بدعوتي. بعدين تعال فلسف لنا الكلام ده، من دار تدافع عن الصوفيه ده الموحدين كذا، اسمع الكلام للنهايه. قال وكنت مع ابراهيم ملقا بناره وما برد النيران الا بدعوتي، وكنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان الا بفتوتي، وكنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه الا بتفلتي، وكنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي. تعال فسر لنا الكلام ده. قال وكنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه الا بتفلتي. تعال فسر لنا برضو الكلام ده. لحد ما قال وكنت مع إدريس لما ارتقى العلا وأسكنت الفردوس أحسن جنتي. لحد ما قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. أنت فاهم كلامه ده؟ ده قال دار يتفلسف، قام طبظة، أوريك طبظة كيف؟ دار يصلحها مع الصوفية، خالف الصوفية ذاته. قال المقصود من الكلام ده إنه الشيخ بيستمد من المشايخ القبلي. وركزوا معاي كويس يا جماعه عشان اوريكم الزول ده ما اظلمه. الزول ده قال مقصود كلام عبد القادر الجيلاني، مقصود كلام عبد القادر الجيلاني انه اي شيخ بيستمد من الشيخ القبلي. قال لكن عبد القادر الجيلاني ما استمد من شيخ، مش قال كذا يا جماعه، وانا كتبتها. قال عبد القادر الجيلاني لا استمد من شيخ ولا عنده شيخ ولا عنده تلميذ، وانما من الله. طوالي مش قال كذا الودة هاي؟ طيب الصوفيه بيقولوا ما عنده شيخ، شيخه شنو؟ شيخه الشيطان. وده قال عبد القادر ما عنده شيخ استمد منه، معناه شيخه شنو؟ بكلام الصوفيه نحن كلامنا عندنا باطل، معناه شيخه شنو؟ الشيطان. ده من كلام الصوفيه، شوف التناقض. واحد اثنين قالوا ومعناه ما عنده تلميذ، هو في نهاية البيت ذاته عشان تعرف الواد ده بليد ما بيفهم الفلسفة ذاته ولا غير الفلسفة. قال أنا، شو الشيخ قال شنو؟ قال بينسب عنه الباطل وكلام باطل، قال بينسب له، قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ شنو؟ الطريقة. شيخ الطريقة عنده تلاميذ ولا ما عنده؟ عنده أتباع ولا ما عنده؟ وده قال لك لا عنده تلميذ ولا عنده شيخ، جاءوا من الله. الكلام ده يا جماعة متناقض ولا ما متناقض؟ ياخذ التناقض يا ولد، ما فاهم الفلسفة ذاته طيب، ولا فاهم الحقيقة ولا فاهم الكلام. طيب قام جاب كلام خطير، انتوا بعدين قبيل ما عارف انتبهتوا له ولا ما انتبهتوا له. قال جاب الآية، قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال فأغرينا دي، قال ده الكذب والخداع إلى آخره، وكلام بالنحو ده. القال فأغرينا دمنا، القال فأغرينا دمنا يا جماعة، مش الله سبحانه وتعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء؟ أغرينا يعني الكذب، ده تفسير منه ده يا ود، ده تفسير منه. الناس ذيل كانوا على الكتب السماوية التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، فلما جاءهم رسول آخر أو جاءهم الحق، لما جاءنا الحق كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى
في تفسيره لآل عمران هناك في سورة آل عمران يتكلم في آية وهي قريبة من هذه الآية وذكره قبيل ذكر في نهاية الكلام وأنا كتبت بدايتها قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآية جاب الكلام ده. طيب ابن كثير قال لما جاءهم الحق وعندهم العلم قال اختلفوا بسبب البغي البغي يعني الظلم يعني الناس ديل عارفين ده حق وده باطل لكن في ناس بيقوم على الحق وناس بيقوم على الباطل وبعد ذاك حصلت العداوة وبسبب الظلم الناس اللي بيقوم على الباطل ديل ناس ظلم والله الذي لا إله غيره ناس ظلم تركوا الحق واتبعوا الباطل ومن هنا جاءت العداوة شكي الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء بالحق من عند الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لما نجي الحق وجاء الحق وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ومن قريش ومن اليهود ولا من بني إسرائيل أخذهم الظلم والحسد والبغي إلى أن عادوه وهم يعرفون أنه على الحق وأن الأوصاف التي جاءت في كتبهم الصحيحة هي منطبقة على النبي صلى الله عليه وسلم أما كون تجيب الآية دي دار تنزل فينا نحن تقول نحن ناس عداوات وكذا ودار تلمنا كلنا سوا انت والصوفية والشيعة ومشاكل وأنا داير كنت تلموا وإنت ما تشوفني تلمى في جنوب بعدين الزول ده جوبك الشغلة قال الناس دي كلها موحدة أشاعرة وعلى التوحيد لما غلط قال ومتيمية على التوحيد لما غلط وقال الصوفية ديل ذاته قال السلف ذاته أهل السنة ما كفروا الأشاعرة وقال كذا وكذا وكذا وجاب كلام زي ده انت افهم الكلام للنهاية أشاعرة ديل بأول الصفات والأشاعرة بوافق المرجئة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى والأشاعرة عندهم ضلال أنا أديك بس من ضلال أديك شيء بسيط بس جدا الله قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى 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 دي معدية بعلى جاءت في القرآن في سبعة مواضع في سبعة مواضع الرحمن على العرش استوى سورة طه وتلقاها في مواضع تانية كما في سورة السجدة وكما في سورة الفرقان وتلقاها كما في سورة الأعراف أيضا عشان كده لما ترجع لابن كثير لتفسيره في تفسيره لهذه الآية بيقول سبق الكلام عنها في تفسير سورة الأعراف ترجع تفسير سورة الأعراف بتلقى إنه بنقول كلام السلف السلف بمر آيات الصفات كما جاءت ما بيتكلموا في الكيفية بيقولوا الكيف غير معلوم لنا وما بحرفوا الكلم عن مواضعه الله يقول استوى يقولوا لما استوى ولا بعطلوا بيقولوا لما استوى يعطلوا صفة ولا بمثلوا يقولوا استوى كاستواء المخلوق لا سلف ما بيقولوا كذي الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع شنو البصير معنى استوى قال مجاهد رحمه الله تعالى في صحيح البخاري في الجزء الرابع مطبعة دار الفكر صفحة 281 في كتاب التوحيد جوا صحيح البخاري آخر الكتب كتاب التوحيد منها كتاب التوحيد قال باب وكان عرشه على الماء قال مجاهد استوى على العرش ما هي هنا الرحمن على العرش استوى هناك في الآيات الثانية ثم استوى على العرش تلقاه استوى على العرش قال أي على استوى بمعنى شنو على يعني ذي الأرض فوق السماء الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السابعة فوق لحد سدرة المنتهى والكرسي لحد فوق فوق وآخر شيء من المخلوقات العرش وده أعظم من السماوات ومن الأرض من كل شيء يعني من المخلوقات في الحجم فوق العرش رب العرش مستوٍ عليه
استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى. الأشاعرة الصفة دي ما بيؤمنوا بها، أفهم كلامي؟ عشان ما تقول الناس دي كلها ديل عندهم لخبطة في الأسماء والصفات. ديل بيقولوا استوى يعني استولى، استولى، واستولى دي يلزم منا إنه في منازع. منو النازع الله في العرش؟ منو في منازع لله تعالى في العرش على العرش؟ ياخذ كلام باطل. زي استوى بمعنى استوى، استوى ما معنى استوى؟ أي على وارتفع. ارتفع دي كمان فسرها أبو العالية، أبو العالية برضو من التابعين. فلذلك نحن نثبت العلو لله تعالى. شاعر يخالفون يا زول في الأسماء والصفات، والأسماء والصفات من التوحيد. كيف يكون توحيد صح؟ لما انغلط قال موحدين، لما انغلط قال قصده لما انغلط ده يعني للنهاية، وقصده كذي لأنه دي اللغة السائدة عندنا الآن الدارجية، وكلامه باطل. الشاعر عندهم خلل في التوحيد ذاته. ديل الأوائل الليلة الأشاعرة، ديلك الأوائل ذاته على ضلال وانحراف. الليلة الأشاعرة صوفية لموا بين ضلال الأسماء والصفات، عندهم ضلال في الأسماء والصفات، وعندهم ضلال في الألوهية وضلال في الربوبية. والله الذي لا إله غيره. أنتوا جبتوا كتب الصوفية ولا نشتغل من راسنا؟ جبتوها؟ جيبها، جيب 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 كتب الصوفية عشان أوريك. أنت خاش يا زول وقاعد يضحك، دي الضحكة دي من الفلسفة ولا شنو؟ الليلة دي كان نازل الملخبطين قال لي، قال أنتوا موحدين والصوفية موحدين، أو الأشاعرة من تيمية موحد والشيعة موحد. يا زول الشيعة برضه سويتهم موحدين؟ الشيعة اللي بيقولوا مدد يا حسين، مدد يا زين العابدين، ديل برضو موحدين؟ شيعة اللي بيقول القرآن محرف، ديل موحدين؟ يا أمة شوف الود ده جمي وين ذاته. الليلة ده باركوها مرة واحدة، ده كلك حلو لكن معانا نحن ما حلو. طيب ده كتاب من كتب الصوفية. براوي اعترف في النقطة الثانية، انت عارف قال شنو؟ قال كتبوها، قال الكتب دي انا كتبتها هنا، قال الكتب دي حقيقة كتبوها فعلا الصوفية، كتبوها الصوفية. بديك موضع واحد بس اوريك الموحدين، قال دي الموحدين صفحة 116. الود ده لسه عنده نقاط ثانية جايك ليها شتاي، ما تتفلسف هنا. اضحك 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 الليلة اللي تلحق داك داك. الحمد لله اديناه صاروخين يتخارج، تنقز كذي لما تعب ويتخارج. تتنقز هنا ما بتستند الليلة، ونحن شوتتنا دي حارة والله. أنا من خد ستة بنجيبها في الجون جوا هناك في الثمانيات، ما عارف الحاصل تنقز. ما قلت لك وانا الزول لا مما انا هبشته خربت لي اللعبة بتاعته. لما نيجي بسحاب ده اللي بنطط ده اردموا الاخوان المسلمين دي لك، فاهم الحاصل؟ اردموا الاخوان المسلمين دي نصيحة انا بقول لكم. طيب قال ده صوفي، ده صوفية، الصوفية في الزمن ده أشاعرة، أفهم الكلام ده؟ أشاعرة أمش راجعون وارجع لهم. قال عشان ما تقول كلكم موحدين، نحن الصوفية خلافنا معاهم في العقيدة ذاته، العقيدة نفسها. قال صف الطاهر ده محمد والضيف الله، قال قال الشيخ إدريس درجات الأولياء على ثلاثة أقسام، كبرى ووسطى وصغرى. فالصغرى أن يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات. وينطقوا بشنو؟ بالمغيبات. كده المرة راح منها ذهب، أبويا الشيخ شوف لي ذهبي وين؟ ذهبي رايح، والشيخ ذاته رايح من الدرب. الشيخ يلقى لك ذهب وين يا زول؟ والشيخ عنده جهاز بتاع ذهب تفك منك والله. وأبويا الشيخ غنمايتي راحت، والشيخ عتوت بيلقى الغنم ماله ذاته، القاه وين الشيخ؟ طيب قال والوسطى عشان تجوا الموحدين ديل وديل كرامات. قال والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون. انتوا يا ما فاهمين الكلام ده؟ الود قال كلكم موحدين، شوف الود عليك الله، قال انتوا كان عاينتوا بإنصاف كلكم موحدين كده، تعال فلسفة لنا بتاع الفلسفة. قال والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيخ للشيء كن فيكون،
وهذا مقام دفع الله ولديه. ده بكل شيء كن فيكون، ده موحد. الله قال في القرآن عن نفسه وعن أمره: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا، الله سبحانه وتعالى وهذا أمره. تجد تقول لي يا شيخ طيب، قال: والكبرى هي درجة القضبانية. وقال الشيخ: بلل الشيب، ده اسمه بلل، الليلة إلا تقوم تبل يا بتاع الفلسفة. قال: وقال الشيخ: بلل الشيب ولد الطالب. قال شنو؟ شوف ده واحد زينا، انت يا زول بتخاف الله؟ تلمهم كذي كلهم سوا؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ تلمهم سوا يا زول؟ طيب، قال: وقال الشيخ بلل، ده اسمه بلل. قال: بلل الشيب ولد الطالب. قال شنو؟ اسم أبوه دفع الله هو اسم الله الأعظم. الكلام ده توحيد يا جماعة، ده توحيد. اسم أبوه دفع الله هو اسم الله الأعظم، وكان إذا كتب حجابا كتب فيه جميعه دفع الله. في الحجاب بيكتب شنو؟ دفع الله. ده يوريك ذاته إنه الحجابات دي بلبلة زاي، ما بتجوز في الشريعة، ده ضلالة، ده توحيد. تقول لي أخذ الموحدين أشاعر موحدين، الصوفية أون الأشاعر الآن ما تتلولو. ونحن ما بنتوسع كثير في شغل الأسماء والصفات، لأنه في ناس قد ما يتفهموا، لكن جابوا شبهة هنا بنجيون إن شاء الله بفضل الله تعالى. أشاعر صوفية، ديل صوفية، الأشاعر الآن صوفية، أفهم الكلام. ومش للصوفية يقول لهم عقيدتكم شنو؟ يقول لك عقيدتنا عقيدة أشعرية. طيب، ده برع القوم، عشان ما تقول كلكم موحدين. قال: انتوا بتتكلموا في الصوفية وإلى آخره، والصوفية بتتكلموا فيكم هنا، وبعدين كلكم موحدين. قال: صوفية موحدين، شاعر موحدين، الشيعة موحدين. والله الشيعة كمان طلعوا موحدين. ناس بيسبوا الصحابة يا أخي، ديل برا الملة ذاته يا أخي. سبوا عائشة رضي الله عنها، قول القرآن محرف، والله الذي لا إله غيره. وديل بتاعين أمة، أنت دارت أسي دارت توحد تجيب شيعة؟ لا ياسر الحبيب، ده تكلم عن السودان ذاته، سوء الشيعي العاطل المجرم، تكلم عن السودان ذاته. قال: وفي السودان إخواننا الشيعة مضايقون. شنو؟ قال: بسبب عمر البشير لعنه الله وألحقه بعمر بسلفي. انت عارف قصده شنو؟ لعن عمر البشير وألحقه بعمر بن الخطاب، وداك برضو لعنه عمر بن الخطاب، وديل من المسلمين. وعمر بن الخطاب ده تاني رجل في الأمة بعد أبي بكر الصديق، ده لعن ديل بيتلموا معاك. حسن شحاتة، ديل الشيعة ذول في سائل. حسن شحاتة ده تكلم قال لك: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، ده مش حديث، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وكجة في الجنة، في الجنة. قال كده هو بيتكلم في الحديث، قام ذكرون قال كلام زي ده. قال بعد ذكر العشرة، قال: أنا كرهت رغم عشرة عشان العشرة المبشرين بالجنة. قال: هي جنة؟ قال: يا تجنة اللي بخشها أبو بكر وعمر وعثمان، يخشوها بس الجنة. قال: والله قال هي زريبة لما يخشوها ذي. شوف الزول عليك الله، الحمد لله لما فيه ناس جيهوه، والله ما إنه شغل ذاك هو المفروض من الحاكم، لكن الله يتقبل غايته. جيهوه هاي ها هاي صلت عليه. هاي هذا عند لك عوام، ما بتقدر تقول خوارج عوام، لكن فيهم برضو. الله يتقبل منهم، ما نردمون دير ردم الزول يا أخي، والله بس كان خلوها للحاكم، لكن جيهو ما رقوب العكاز وردموه، جيهو أنا كيفنا جدا يا أخي. طيب، ديل موحدين، صوفية موحدين، وشيعة موحدين. وقال ابن تيمية موحد لما غلط، دي الوحيدة اللي جبتها تمام. ومن تيمية نحسب موحد لما صح. هاي طيب، تقول لي يا أخي. قال طيب، شوف ديل الموحدين. طيب، جاب كرامة من كرامات البرعي اللي جابه في كتابه ليك سلام مني. قال دي برضو راجع على التوحيد، وراجع قبيل للكرامة، وكلها لخبطة في النهاية من الصوفية.
قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد صفحة 41، وجاب القصة طويلة ونحن ذكرناها لكم هنا قبل اليوم، إنه في واحد اسمه يعقوب بن أحمد الصليحابي عنده تلميذ، وهو تلميذ أحمد الطيب، وتلميذه داق عنده 6 بنات ودائر له ولد. في النهاية قال لي جيب لي البيت، واحد من البنات في صبيحة يوم الجمعة قال جاب لي البيت، قال تل الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وقال مسح على البيت فقلبت ولدا طوالي. الله قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. طيب صفحة 43 البرعي قال ده البرعي ده كتابه ليك سلام مني، تيجي تقول لي ده الموحدين ودي كرامات؟ قال مصطفى عركينا مع ود علي المكروم وتت الفلاتي القلب العود مفهوم. قال ده من عود قلبه زول عديل سماه بخيتة، هذا شرح هنا البيت رقم 28. ها عندكم الصوتية برضو؟ بعدين جيبها لهم بس ما ترقصنا النازل. الله داون حناجر بيشغلها في القرآن شغلها في الفارغة دي. قال هو الحاج تت الفلاتي كان رحمه الله جليلا في عالم الأسرار، ومن كراماته ما أخبر به عبد المحمود ابن أحمد الشنبلي عن أحمد ولد مدني الجعلي قال كنت ممن صاحب الشيخ تتا زمانا فرأيت منه كرامات شتى، منها أن امرأة من نسائه طلبت منه يوما أن يشتري لها خادما تخدمها وألحت عليه في ذلك. ذو المرأة جيب لي خادم تخدمني. قال فأمرني أن أحمل فأسا وثوبا، قال لي جيب فرار وجيب توب. تعرف الصوفية دي عقائد يا شيخنا، عقائد نازل بيخلقوا من دون الله سبحانه وتعالى، والله والله تحدى الكون أو تحدى الناس. قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. تجد تقول لي ده الموحدين وزول قال لك بيخلق عديل. طيب قال فأمرني أن أحمل فأسا وثوبا وأن أمشي معه إلى شجر هناك، فوقفت تحت شجرة وأمرني أن أقطع منها عودا على قدر قامة الإنسان، فلما فعلت ذلك أمرني أن أضع الثوب المذكور على العود ساترا به وأن أتنحى عنه قليلا بحيث أكون قريبا منه، ثم أخذ سبحته، دي بدعة طبعا، قال وصار يذكر الله تعالى بهمة عالية والعود أمامه، ثم رفع صوته قائلا بخيتة، العود فوق لها توب، ركزوا العود فوق لها توب. وقال الشيخ بعد شوية قال له زح كذي بعد سخن في السبحة وسخن، بعد ذاك قال هنا أحمد ود مدني قال له زح كذي زح شوية زحة. قال ثم رفع صوته قائلا بخيتة 3 مرات بخيتة بخيتة بخيتة. قال فرأيت ذلك العود تحرك ثم صار أمة، العود بقى شنو؟ بيت بقى أمة. قال فأمرني أن أمسكها بيدي، مسك البيت من يده. قال فأخذتها إلى أن أوصلتها إلى زوجتي فعاشت عندها زمانا ثم توفيت. من عود قلبها شنو؟ قلبها بيت. ده موضوع يا زول، ده موضوع. الله قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، ديل بيتفقوا معانا في التوحيد؟ تخاش تخاش ساعة زول صوفية نسأل الله العافية. طيب قام قال ابن عربي فيلسوف اي، وقال موحد هذا ما زول بيقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في الكنيسة. ده موحد، تعال فلسفة لي. ابن عربي قال فرعون موحد، قال فرعون قال موحد، وقال فرعون ما خش النار، واضح معاكم، قال هو دخل جماعة النار وبقى مارق، قال والله قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، قال دخلوا النار وبقى مارق، يعني قدموا سائل النار ودخلوا النار كيف؟ والله ابن تيمية رد هنا، قال ديل طبعا ما قالوا الآل ما فيها الزول،
يعني فرعون ده أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إلى آخره، ويورد قوم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وكذا. قاموا قالوا لأنه الله ذكر كلمة آل وقال دي معناها الزول ما داخل فيها. ابن تيمية قال الآل لما تذكر الزول داخل فيها، قال لأنه الله قال في القرآن ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. الآية القولية ابن تيمية استدل بها، قال رب العزة والجلال قال ولقد جاء، ولقد في سورة القمر في نفس الآيات ذكر لوطا عليه السلام، لوطا عليه السلام وذكر أنه أهلك قومه إلا لوطا عليه السلام نجاه الله تعالى. قام ذكر من الأدلة قال لأنه الله صرح في القرآن بأنه أهلك فرعون ذاته، قال فأخذناه وجنوده، فأخذناه هناك في سورة النازعات قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أخذه الله دي آله ولا هو ذاته؟ ده ذاته فرعون، أخذه الله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ده عنده فرعون موحد، هو زي فلسفتك دي، شوف الفلسفة بتاعته من عربي يا أخي، من عربي ملخبطة جد، من عربي شوف أي شيء الله، أي شيء الله. ما فرعون ده قال أنا ربكم، لكنهم يقول أي شيء الله، وقال فرعون ذاته في النهاية موحد. وكلمة عذاب دي من العزوبة قال، يعني الطعم النظيف، قال طعم النظيف وفيه نار، طعم نظيف كذا خش شوف الحاصل شوف. طيب تاني ما عنده كلام مهم. ايوه قال الصوفية، ايوه برضو من التناقضات، قال ابن عربي حرم ذبه لفظته قال كده، قال حرم النظر في كتبهم كتب الفلاسفة، وطلع كلام ابن عربي فلسفة، يعني ابن عربي كلامه الكفر ده الهدى يأول له كلامه ده كفر، كونه ابن عربي يقول الكلام الكفر ويقول ده هو الكلام ده نقله عن ابن عربي، وبناء أنا ما لقينا في كلام ابن عربي، لكن ابن عربي كلامه كفر سلمنا جدل إنه كلامك ده حق. ابن عربي يقول الكلام الكفر، انت دعيت كلامه ده فلسفة، معناه دار تجاسف ليه ودار تمرق مسلم وتأول ليه كلامه ده، وما بتقدر تأوله لأنه كلام كفر صريح وما بيحتمل التأويل. طيب ابن عربي يقول الكلام الكفر ويقول ما بجوز النظر في كتب الفلاسفة، أفهم الكلام ده؟ طيب وهو يكتب الكتب وينشرها، دي حلوها كيف؟ انت اذا كلامك كفر ونحن ما نعاين في كتبك وانت بتنشر الكتب، دي حلوها كيف؟ ده تناقض ولا ما تناقض؟ تناقض. ابن تيمية رحمه الله قال في الفتاوى في الجزء السادس ردا على بعض الناس قال والتناقض اول علامات الفساد. دار تعرف الزول كلامه فاسد من اوائل العلامات او كلاما بهذا النحو أن كلامه يتناقض، لقول الله تعالى في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والشاب ده والله جاهل بالإسلام، شفت الجد تكلم ده تاع الفلسفة ده بيسمع فيه كلامي عشان ما أظلم، جاهل بالإسلام وجاهل بالطوائف وجاهل بأنه الناس بيلمون كيف وبيصلحون كيف، وجاهل بالفلسفة ذات الفلسفة البدعية دي جاهل بها، وجاهل بكل شيء، ويتكلم باللغة العربية ويكسر اللغة العربية ذاتها، اللغة يكسر اللغة العربية وذاته ملخبطة، والناس حضرت كلامه وسمعته. يعني نفتح فرصة للحوار والنقاش مرة أخرى. فرعون موحد، طبعا فرعون موحد مات على التوحيد. ها ها ها، وانت بتعرف القرآن من وين غير تعصبك وغير بديهيتك؟ آمنت بما آمنت به بني إسرائيل يا جاهل، آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أي الآن، الآن ما حفظ الآية، الآن وقد، الآن وقد شنو؟ ها؟ الآن وقد يعني بمعنى الآية إنه بعد شنو أنت بتؤمن، صح؟ الآية بتقول على كده. الحمد لله إنه الطلبة براهم جزاكم الله خير رديتوا عليه في أثناء الكلام، وده يدل على أمور منها أننا لا نظلم الناس،
لما نخش الجامعات ونناقش الأحزاب المنحرفة الضالة ونرد على أهل الكفر وأهل الضلال والمجرمين، ما تكلمنا عن شيء ما موجود. أسيدي ما عينا بتدل على أننا نتكلم عن أمر واقع. ده الليلة في زمننا ده بدافع عن ابن عربي، بل بيقول فرعون موحد. سمعتوا الكلام ولا ما سمعتوه؟ مسجل. فتاني ما بزول يلومنا، ما بزول يلومنا، يقول انتوا بتتكلموا في ناس والناس ما موجودين والناس في عينة زي ده بتاع الفلسفة ده مرق لك لما فرعون موحد عديل.